بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته في درس جديد من دروس دورة تعلم واحتراف برنامج كمطيجة أو كمطازية استوديو اليوم سوف نتعلم كيفية إنشاء يعني شريط إخباري مثل شريط قنوات تلفزية وكيفية وضعه على الفيديو الخاص بك أو عمل صور ووضع تحتها شريط إخباري نفس يعني الشيء ليست يعني هناك تغيير كثير أول شيء نقوم به دائما هو كما تلاحظون هنا سيظهر شريط إخباري في هذا الشكل أسفل الفيديو أو الصور التي قمت بدمجها وبإمكانكم الرجوع إلى الدورة الكاملة كيفية تحميل عمل برنامج تقطيع الصور الفيديو كل شيء سأضعه لكم أسفل الفيديو أول شيء إمبورت ميديا أو يعني جلب الصور أو الفيديوهات أنا سأختار اليوم فيديو بإمكانكم إضافة صور ليست مشكلة بعد أن تضيف إلى تضيفه إلى لاين أد right ونرى ان الفيديو اصبح جاهزا ننقر عليه كما تلاحظون بزر الفأرة الايمن ثم اديت اوديو اذا اردت حذف الصوت تزيله او اي شيء يعني ليست مشكله انا ساحذف الصوت انت اتركه يعني على حسب ما تريد نتاكد من ان الفيديو لدينا يعمل بشكل جيد بعدها سنذهب الى الانونيشن من هنا ثم سنختار هنا الليجسي كما تلاحظ legacy. ثم نختار اي واحده من هذه ولكن الافضل انك تختار الشكل المستطيل وتنقر عليه ثم اد تو تايم لاين بلاي كما تلاحظ اد تو تايم لاين بلاي هيد هكذا فيتم اضافته الى هنا أه طبيعة اذا لم يعجبك الشكل تغيره الى شكل اخر مثلا هذا، لاحظوا معي هذا افضل، نقوم بضبطه هكذا، ثم بعد ذلك سوف نحذف هذه الاي بي سي من هنا، ثم آه نذهب مباشره يعني اليه ونضعه في الاسفل نجره بالماوس، ثم نقوم بترتيبه في هذا الشكل او على حسب يعني انت تضبط الحجم على حسب يعني الشكل الذي تريده بامكانك تغيير الالوان الى اخره تبدو لك غير متناسقه بامكانك تغييرها، ثم نذهب الى هذا السهم المربع هنا كما تلاحظون، ننقر عليه ثم اد تايم لاين اند ثم هنا نقوم بكتابة ما نريد أن يظهر في الشريط الإخباري مثلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نرجو زيارة موقعنا كذا وكذا وكذا إلى آخره يعني أنت وما تريد أن تكتب في هذا يعني الشريط الإخباري الخاص بك بعد أن تنهي الكتابة كاملة يعني تكتب ما تشاء بإمكانك كتابة أكبر عدد ممكن من المعلومات تقوم بجر هذه الكلمات وتضعها مباشره فوق هذا يعني الشريط الذي قمنا بانشائه، كما قلت هناك بامكانك التحكم بالسايز من اليمين، وبامكانك التحكم بلون الكتابه، وبامكانك التحكم بشكلها ونوع الكتابه ونوع الخط هل يعني بامكانك جرها الى اليمين، يعني هناك اشياء كثيره يعني سبق تطرقت لها في الفيديوهات السابقه كما تلاحظون واعيدها الان امامكم هذه هي بامكانك تغيير الكتابه الى اي لون تريده. بعد ذلك ستقوم بجر هذه الكتابه قليلا حتى نجعلها طويله لاحظ معي ثم اجر يعني هذا يعني المربع كذلك من التايم لاين قليلا ثم انقر عليه واقوم لاحظوا ساذهب الى الاعلى الى خيار موديفاي ثم ساذهب الى اد انوتيشن ثم كاستم بعد ذلك ساقوم بجر هذه الكتابه اخذها وجرها هكذا لاحظ حاول الا يعني تجرها بشكل دقيق وحتى اذا لم تجرها بشكل دقيق ليست مشكله ولكن حاول ان تركز قليلا واقوم بوضعها هكذا عندها ساجد انه ظهرت لي نقطه حمراء هنا كما تلاحظ اقوم بجر هذه النقطه الحمراء اخذها وجرها وجرها هكذا وضعها هنا بعد ذلك ساعيد الفيديو من الاول لاحظوا ماذا سيحدث كما تلاحظون الان اصبح لدي كتابه متحركه او شريط اخباري اسفل الفيديو ولو انه يجب يعني ان يتحرك من العكس من اليمين الى اليسار هو يتحرك من اليسار الى اليمين فقط انني انا ساعيد الان يعني مثلا اول شيء لاحظوا ساجره الى اليمين ولكن قبل ذلك تاكد من انك في التايم لاين قمت بالنقر على التكست حتى يت... ثم اذهب الى موديفاي ثم اد انيميشن ثم كاستم ثم اقوم بجره في الجهه العكسيه لاحظوا انه يجب ان يتحرك من اليمين الى اليسار وليس من اليسار الى اليمين ندم اننا نكتب اللغه العربيه ثم أقوم بجر يعني نفس النقطة مرة أخرى هكذا لاحظ سيحدث العكس الآن سيتحرك بشكل عكسي لاحظ هذا آه هو الآن هو يتحرك بشكل عكسي من الجهة الأخرى بإمكانك يعني نسخه ولصقه حتى يبقى يتكرر 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 لاحظ معي بإمكانك إعادة نسخه كوبي هكذا أو هنا عندك يعني الـ يعني الـ الإعدادات الـ الـ الخاصة بهذا بإمكانك جعله يظهر بشكل يعني لامع نوعاً ما يتحرك بشكل أكثر أو كابي نسخه ولصقه هنا وبعد لصقه سوف يتكرر يتكرر هذا الشريط إخباري يبقى يتكرر يتكرر بإمكانك بيس لاحظ لصق هنا ثم أقوم بوصله مع الشريط السابق فيصبح عندما ينتهي من هنا لاحظ عندما ينتهي سيعود مرة أخرى للتكرر والظهور بهذا الشكل بإمكانك التعديل عليه وعمل أشياء أخرى كثيرة خاصة به آه، هذا يعني الشرح هو خاص بالإصدار التاسع من إصدار من برنامج كمتيجا استديو.